ملاحظات سريعة. الملاحظة الأولى أن هذه العناوين التي ذكرتها وغيرها بعضها عناوين مستحبة وبعضها عناوين واجبة. التولي عنوان واجب، وهذا العنوان الواجب ينطبق على الشعائر الحسينية المقدسة. يعني ماذا؟ يعني أنت المؤمن تتمكن أن تلبس السواد على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وتنوي بذلك أنك تؤدي واجبا. ما هو الواجب؟ التولي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إظهار ولايتك لأهل البيت، هذا واجب، هذا ليس من الأمور المستحبة، هذا من الأمور الواجبة. تتمكن أن تشترك في شعيرة فرضا اللطم على الصدور أو اللطم على الوجوه، وتنوي بذلك أنك تؤدي واجبا. نعم صحيح، تؤدي هذا الواجب، تولي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تتمكن أن تشترك في شعيرة التطبير وتنوي أنك تؤدي واجبا من الواجبات. ما هو الواجب؟ التولي لسيد الشهداء، تظهر للناس بالتطبير أنك توالي سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذا واجب، هذا الواجب تؤديه بهذه الطريقة. نعم تتمكن. بعض هذه العناوين عناوين واجب، هذا أولا. ملاحظة ثانية، مقدمة الواجب. العبارة الدقيقة العلمية، مقدمة وجود الواجب المطلق. هذه واجبة أم لا واجبة؟ هذا الذي مشهور بين الناس بمقدمة الواجب، مقدمة وجود الواجب المطلق، يعني الشيء الذي يحقق واجبا مطلقا. هناك شيء واجب مطلق بالنسبة إليك مثلا، هذا الواجب المطلق يحتاج إلى مقدمات حتى يتحقق، حتى تتمكن من تحقيقه. هذه المقدمات تصبح واجبة عقلا، هذا وجوب عقلي، وجوب المقدمة وجوب عقلي. الشعائر الحسينية المقدسة كلها بلا استثناء هي مقدمة وجود واجبات، وليس واجب واحد، مقدمة وجود واجبات مطلقة. من الواجبات المطلقة إقامة الدين. القرآن الكريم يقول أقيموا الدين، أقيموا الدين أمر، إقامة الدين واجب. كيف الإنسان يقيم الدين؟ مقدمات كثيرة، طرق كثيرة، ليس هناك طريق واحد. من جملة الطرق، هناك طرق أخرى أيضا، شخص يقيم الدين يسعى في إقامة الدين بالتأليف، صحيح. شخص يسعى لإقامة الدين بفضائية، عمل صحيح. هذه من المقدمات، من المقدمات لإقامة الدين كل الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية ماذا تصنع؟ تذكر الناس بسيد الشهداء، هذا جزء من إقامة الدين. الشعائر الحسينية مقدمة لواجب آخر أيضا، ما هو؟ مقدمة الواجب الذي هو حفظ الشباب، حفظ الناس. كيف الناس يحفظون من الانحراف؟ طرق، من جملة الطرق الشعائر الحسينية تحفظ الناس. الذي يمارس التطبير، الذي يمارس اللطم، الذي يبكي على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بنسبة معينة يبتعد عن الانحراف، شيء واضح بديهي. فإذن هذه الشعائر أصبحت طريقا مقدمة لهذا الواجب، حفظ الناس من الانحراف. وواجبات وواجبات. فإذن هذه الشعائر الحسينية تنطبق عليها عناوين واجبة، وهذه يعني واجبة وجوبا شرعيا، وهذه الشعائر الحسينية هي مقدمة لواجبات، فتكون واجبة وجوبا عقليا أيضا. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة،
صلاة الليل مستحبة أم لا؟ مستحبة، واضح. إذا كانت صلاة الليل تجلب رضا والدي أيضا تصبح مستحبا مؤكدا، صحيح أم لا؟ يعني مستحب ومستحب، أنا أصلي صلاة الليل أحقق هذا المستحب وأحقق شيئا محبوبا آخر إرضاء الوالدين، هذا شيء محبوب أرضي والدي بذلك، يصبح ماذا؟ يصبح مستحبا مؤكدا. إذا انطبق عنوان ثالث أيضا على هذه الصلاة، صلاة الليل، يعني ماذا؟ يعني أنا أصلي صلاة الليل وبهذه الصلاة الوالدان يرضيان عني، وبهذه الصلاة أربي أبنائي نحو الالتزام بالدين، هذا شيء محبوب. فإذن هذه الصلاة، صلاة الليل، اجتمعت عليها ثلاثة عناوين مستحبة، ماذا تصبح هذه الصلاة؟ تصبح مستحبا مؤكدا، مؤكدا جدا. إذا انطبق عنوان رابع، إذا انطبق عنوان خامس، أصلا شيء عظيم يصبح هذا الفعل المستحب. فكيف إذا انطبقت على الشعائر الحسينية عناوين وعناوين من واجبات ومن مستحبات، كم تصبح هذه الشعائر الحسينية مهمة؟ عرفتم لماذا هذا الإصرار على الشعائر الحسينية؟ لماذا الفقهاء يصرفون هذه الأوقات، هذه الجهود لنشر الشعائر الحسينية؟ لماذا يقف الفقهاء هذه الوقفة القوية لهذه الشعائر الحسينية، خصوصا للشعائر التي تتعرض للحرب؟ المجدد الشيرازي الكبير من أمواله الخاصة يدفع مال أموال أكفان المطبرين، لماذا؟ التطبير من المستحبات، حاله حال بقية المستحبات. أبدا، القضية ليست هكذا، هذا شيء ارتبط بالإمام الحسين، ارتبط بشعائر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أصبح شيئا محبوبا جدا. لماذا؟ لأن العناوين التي تنطبق على الشعائر الحسينية ليس عنوانا واحدا، يعني الذي يمارس شعيرة حسينية يعمل أعمال مستحبة أو واجبة عديدة، كلها اجتمعت صار شيئا قويا. هذا الشيء بهذه القوة بالأوهام، أوهام هؤلاء، توهمات، كلمات يقولونها لا يعرفون حدودها، تضعف الشعائر الحسينية بهذه الأوهام؟